إذا تريد أن نعود للعمل، حسناً، لمعلوماتك هذه استراحتنا لشرب القهوة ضمن عقدنا. إن كنت مستعجلاً قم ببنائه بنفسك. لقد تأخرنا عن التسليم لأنك دمرت هذا. أعطني المزيد. تريد حوض سباحة الآن؟ لما لا تفعله أنت؟ ما عليك سوى أن تحفر حفرة وتضع الماء. حسناً سيدي، انتهى تصميم المكتبة لتتمكن من الدراسة، والحجارة في الفراء انتهت، وملعب التنس اكتمل. هذه أعمال إضافية. عليك أن تعرف ذلك. لا مال لا بناء. هيا يا شباب أوقفوا العمل. هيا هيا فلنرحل. هيا هيا فلنرحل.